سوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس هما عنوانا لائحتي الاتهام ضد الرئيس الأمريكي. ولائحتا الاتهام أعدتهما اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تمهيدا لتوصية بالتصويت على عزل ترامب. في إطار خدمة الدستور وبلادنا، تقدم اللجنة القضائية بمجلس النواب بندين لتوجيه الاتهام، وتتهم الرئيس دونالد ترامب بارتكاب جرائم عالية وجنح. البند الأول خاص بإساءة استغلال السلطة، والبند الثاني هو عرقلة عمل الكونغرس. على 9 صفحات صيغت لائحتا الاتهام. في ختام اللائحة الأولى قال الديمقراطيون إن ترامب أساء استخدام سلطات الرئاسة لتحقيق منفعة سياسية شخصية، واعتبروا أنه خان الأمة من خلال استغلال منصبه الرفيع لتجنيد قوة أجنبية للتدخل في انتخابات ديمقراطية. وفي ختام اللائحة الثانية التي تضمنت ما يعتبر حججاً تثبت عرقلة ترامب لعمل الكونغرس، قال الديمقراطيون إن ترامب تصرف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له كرئيس، وأنه اللائحتين معتبرين أن ترامب سيشكل تهديداً للأمن القومي والدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه، أمر رأى الجمهوريون خلافه تماماً. السؤال هو هل ما قدموه يرقى للعزل؟ الجواب قطعاً لا. رد الجمهوريين يتسق مع ما صدر من البيت الأبيض الذي اعتبر أن اللائحتين تؤذيان الشعب الأمريكي، وأن الرئيس سيواجه هذه التهم في مجلس الشيوخ متوقعاً تبرئة كاملة، فيما اعتبر ترامب الأمر مثيراً للسخرية. يتوقع خلال الساعات المقبلة أن تصوت اللجنة القضائية على لائحتي الاتهام ضد ترامب ليصبح إقرار عزل الرئيس الأمريكي من عدمه في يد مجلس النواب، عملية يرجح أن تجعل من ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه العزل، لكنها ستترك أثرها على الانقسام في الولايات المتحدة. هبة نصر، سكاي نيوز عربية، واشنطن.